نقابة المعلمين تطالب بممارسة أقوى الضغوط لوقف تنفيذ أوامر إعدام حوثية بحق 3 معلمين من أبناء المحويت. ومسؤولون حكوميون وسياسيون يؤكدون عدم معرفة بتفاصيل خارطة الطريق التي أعلنتها الرياض. وتتابعون في 9 أيضا تزامنا مع زيارة العليمي، وقفات احتجاجية في عدة مدن بحضرموت تنديدا بتهميش المحافظة وللمطالبة بإعطائها مكانتها المستحقة. وفي غزة 110 شهداء وجرحى خلال يوم، وحماس تطالب بالتحقيق في جرائم الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين. نشرة الأخبار من قناة يمن شباب، أهلا بكم. البداية بملف الانتهاكات الحوثية، وفي مقدمتها قرارات الإعدام التي تصدرها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المختطفين في سجونها بعد تلفيق تهم كيدية ضدهم، وأحدثها القرارات التي أصدرتها بحق 3 معلمين مختطفين منذ 8 سنوات. وعلى الصعيد، طلبت نقابة المعلمين اليمنيين الحكومة بممارسة أقوى الضغوط لوقف تنفيذ أوامر إعدام بحق 3 معلمين تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية اختطافهم بتهم كيدية وملفقة منذ 8 سنوات. وقالت النقابة في بيان إن أوامر الإعدام التي أصدرتها ميليشيا الحوثي يوم الأحد بحق 3 معلمين مختطفين في سجونها تستند إلى تهم كيدية باطلة صدرت عن محاكم تفتيش تعيد للأذهان أسوأ ممارسات العصور المظلمة، مشيرة إلى أن الهدف من تلك القرارات تصفية المعلمين وإرهاب أهاليهم والمجتمع. النقابة دعت كافة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة الذي قالت إنه يسارع دائما للدفاع عن الجماعة الحوثية الإرهابية، دعت إلى ممارسة الضغوط الجادة والحازمة لوقف أوامر الإعدام وإلغائها والإفراج عن المعلمين المختطفين في سجون الحوثي. عبر سكان محليون في محافظة المحويت عن غضبهم واستيائهم الشديد جراء إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخا باليسيا من حرم كلية الزراعة بجامعة المحويت. وقال سكان إن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخا باليسيا من حرم كلية الزراعة في جامعة المحويت بمديرية الرجم باتجاه البحر الأحمر في تصرف يكشف مدى استهتارها بالمنشآت التعليمية والمدنية وبحياة السكان. وخلال الشهرين الماضيين رصدت تقارير إعلامية إطلاق ميليشيا الحوثي نحو 6 صواريخ من مواقع ومنشآت في المدينة ومحيطها، ووثقت هواتف مواطنين لحظات إطلاق بعضها. ويعد استخدام ميليشيا الحوثي للمنشآت المدنية كثكنات عسكرية لإطلاق الصواريخ نهج بدأته منذ انقلابها على السلطة والجمهورية، حيث تكررت حوادث انفجار الصواريخ بمنصات الإطلاق أو سقوطها فوق الأحياء السكنية بعد لحظات من إطلاقها. يسود الغضب والسخرية الشارع اليمني ردا على ظهور الميليشيا الحوثية وهي تقدم وجبات طعام ثمينة لآلاف الزوار في كربلاء بالعراق من الطائفة الشيعية، بينما تحرم الموظفين من مرتباتهم بذرائع واهية. قال الناشطون إن الميليشيا الحوثية افتتحت مطابخ لإعداد وجبات المندي في كربلاء للزوار الشيعة، بينما تمارس صنوف الانتهاكات ضد اليمنيين من نهب الأموال وحرمان الموظفين من مرتباتهم. أضافوا أن الميليشيا تنهب الأموال من اليمنيين ثم تذهب إلى فتح مطابخ في كربلاء لتقديم وجبات المندي للزوار الشيعة هناك، بينما يتضور اليمنيون جوعا ويأكلون أوراق الأشجار وبقايا الطعام من براميل القمامة بسبب انقلابها المشؤوم على الدولة. تواصل ميليشيا الحوثي احتجاز عشرات الشاحنات المحملة بالإسمنت القادمة من حضرموت في مدخل محافظة الجوف للشهر الثاني على التوالي دون توضيح الأسباب. وبحسب مصادر محلية، فإن الميليشيا تواصل منذ 5 أسابيع حظر دخول أسمنت حضرموت
إلى مناطق سيطرتها، مشيرة إلى أن عشرات التجار والناقلين يتكبدون خسائر باهظة جراء احتجاز شاحنات عند الجمرك الحوثي في منطقة الحزم مركز المحافظة. وتفرض ميليشيا الحوثي حصارا شديدا على المنتجات الوطنية المصنعة في مناطق الحكومة، وتستبدل ذلك بالمنتجات المستوردة عبر تجار موالين لها ضمن حربها الاقتصادية على الحكومة. انتزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني عددا من الألغام التي خلفتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية ميدي بمحافظة حجة. وقال مصدر في الفرق الهندسية بالمنطقة العسكرية الخامسة إنهم تلقوا بلاغا بإصابة طفل وامرأة ونفوق حمار كان على متنه في عزلة الجعدة بمديرية ميدي، وبشروا بالنزول الميداني إلى المكان. وأضاف المصدر اليمن شباب أن الفرق الهندسية قامت بمسح منطقة انفجار اللغم ومحيط القرية المجاورة، وتمكنت من انتزاع عدد من الألغام بعد أن حولت الميليشيا الكثير من المزارع والطرقات إلى حقول ألغام تستهدف المدنيين. وناشدت الفرق الهندسية الجهات والمنظمات المعنية بالتدخل لمساندتها في انتزاع الألغام وتطهير الأراضي الحيوية والزراعية الملوثة بآلاف الألغام في مديريات ميدي وحيران وحرض وعبس. وأشارت الفرق التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة إلى أنها الجهة الوحيدة التي تقوم بانتزاع وإتلاف الألغام في المناطق المحررة شمال محافظة حجة على مدى السنوات الماضية. تلقينا بلاغ في إدارة شرطة ميدي بانفجار لغم في منطقة الجعدة وإصابة شابة في العشرينات من عمرها وطفل، وتم إسعافهم إلى المركز الصحي في منطقة الجعدة لتلقي العلاجات الإسعافات الأولية. وتحركنا نحن والفريق الهندسة التابع لنزع الألغام المنطقة العسكرية الخامسة، وقمنا بفحص المنطقة بالمحيط بالمنطقة. ولذلك ميليشيات الحوثي الإرهابية زرعت الألغام والموت الخفي في كل المناطق المحررة من محافظة حجة. ولذلك ندعو المنظمات الدولية ومركز مسام لنزع الألغام للنزول لمساعدتنا في نزع هذه الألغام وهذه الآلة الإرهابية النجسة من ميليشيات الحوثي الظلامية الكهنوتية. أكد مسؤولون حكوميون وقادة حزبيون عدم معرفتهم بأي تفاصيل عن خارطة الطريق للحل السياسي في اليمن التي كشف عنها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مطلع يوليو الحالي. وقالت صحيفة العرب الجديد إن العديد من مستشاري رئاسة الجمهورية في الحكومة اليمنية تواصلت معهم، أكدوا عدم اطلاعهم على خارطة الطريق، ومثلهم أيضا قيادات حزبية. على النقيض من ذلك يتحدث قادة في ميليشيا الحوثي عن معرفتهم بخارطة الطريق دون التحقق من صحة حديثهم، خاصة وأنهم لم يكشفوا أي تفاصيل عنها، حيث قالوا أنها نتاج مفاوضات وحوارات بينهم وبين السعودية بوساطة عمانية وإشراف أممي، وفق ما أكده القيادي في الميليشيا المدعو حزام الأسد في تصريح للعرب الجديد. وقال الأسد إن كل المفاوضات جرت مع الطرف السعودي ولم تشارك الأطراف المحلية الأخرى والتي وصف بالتابعة للرياض، في إشارة إلى الحكومة الشرعية، مضيفا أن التوافق على هذه الخارطة تم في منتصف العام الماضي. يتمسك أحمد غالب المعبقي ببيان استقالته من منصبه محافظا للبنك المركزي في عدن بعد أن خرج مجلس القيادة ببيان ترحيب لاتفاق ما يسمى بخفض التصعيد الاقتصادي والذي تفاجأ به رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك. لم ينجح رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمية في إقناع محافظ البنك المركزي اليمني المستقيل أحمد غالب المعبقي بالتراجع عن قرار استقالته من إدارة البنك والتي قدمها قبل نحو أسبوعين على خلفية إلغاء قرارات البنك المركزي من قبل مجلس القيادة الذي رضخ لتعليمات السعودية التي استجابت هي الأخرى لتهديدات زعيم عصابة الإرهابيين الحوثيين وتلويحه باستهداف البنوك والموانئ السعودية في حال لم تتدخل لإلغاء قرارات البنك المركزي. وبحسب مسؤول في الرئاسة اليمنية تحدث لقناة يمن شباب شريطة عدم الكشف عن هويته،
فإن الرئيس العلمي وقبل زيارته لمحافظة حضرموت التقى بمحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي في الرياض، وأبلغه رفض مجلس القيادة بالإجماع لاستقالته من إدارة البنك، وطلب منه التراجع رسميا عن قرار الاستقالة. لكن المعبقي اعتذر مجددا وأبلغ الرئيس العلمي بأن قرار استقالته غير قابل للتراجع وفق ما ذكرته مصادر مقربة من إدارة البنك المركزي، وأكده المسؤول بمكتب الرئاسة في حديثه الخاص لقناة يمن شباب. المصادر أكدت للقناة أن الإجماع داخل مجلس القيادة بشأن رفض استقالة المعبقي لم يحدث، وذكرت وجود استياء لدى 4 من أعضاء المجلس تجاه البيان الذي أصدره مكتب رئاسة الجمهورية، وزعم فيه أن المجلس أجمع على رفض قرار استقالة محافظ البنك المركزي، في حين صدر الرفض من رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي دون أن يستشير بقية الأعضاء. مصدر مسؤول في الحكومة الشرعية تحدث بشكل خاص مع قناة يمن شباب، قال إن رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك تفاجأ بصدور بيان باسم الحكومة يرحب بالاتفاق الذي أعلنه المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بشأن إلغاء قرارات البنك المركزي. يؤكد المصدر أن بن مبارك لم يكن على علم بإصدار البيان الذي أوضح أن مصدره هو مكتب رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي الذي وجه بإصداره باسم الحكومة دون إبلاغها مسبقا، على أن رئيس الوزراء أحمد بن مبارك لم يتخذ موقفا واضحا يساند محافظ البنك، وفضل عدم الاعتراض على التعليمات السعودية التي طالبت الشرعية بإلغاء قرارات البنك. وردا على ما بثته قناة يمن شباب، نفى مصدر حكومي مسؤول بأن رئيس الوزراء تفاجأ بصدور بيان الترحيب باسم الحكومة، وقال إن المعلومات تفتقر للمصداقية. ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن المصدر قوله إن الحكومة على تنسيق وتكامل مع مجلس القيادة الرئاسي في كل الملفات. وبحسب الوكالة، وصف المصدر موقف الحكومة من إعلان المبعوث الأممي بشأن الاتفاق الاقتصادي الأخير لأنه جاء انطلاقا من المسؤولية الأخلاقية والوطنية ومراعاة للظروف الإنسانية الصعبة للشعب اليمني في مناطق سيطرة الميليشيا. شهدت مديريات المكلا والشحر وغيل باوزير في ساحل حضرموت اليوم الثلاثاء وقفات احتجاجية للمطالبة بوقف التدهور الخدمي والمعيشي للمواطنين وتحقيق المطالب المشروعة للسكان بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى المكلا. الوقفات دعت لتنظيمها مكاتب الهيئات التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع في جميع مديريات الوادي والساحل كتعبير سلمي رافض للأوضاع المتردية التي تعصف بحضرموت، وندد المشاركون في الوقفات بما يسمونه إنهاء حالة التهميش والإقصاء المتعمد وإعطاء حضرموت ما تستحقه من مكانة. وكان مؤتمر حضرموت الجامع قد دعا السكان بمختلف فئاتهم وشرائحهم إلى المشاركة الفاعلة في هذا التعبير السلمي لإظهار الحالة الصعبة التي وصلت إليها أوضاعهم الخدمية والمعيشية والتخفيف من وطأة معاناتهم الشديدة. هذه وقفة تنظمها الهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع بمديرية المكلا من أجل المطالبة بحقوق حضرموت كاملة لا منقوصة، وخاصة فيما يخص المحاصصة النفطية الآن التي تجري وهذا فيها ظلم كثير لحضرموت، ونطلب من الجهات المعنية استيعاب هذا الأمر والانصياع لمطالب حضرموت. فحضرموت لن تبقى مهمشة ولن يتم إقصاها بعد الآن. الآن وليس غدا، علينا أن نرفع شعار مد يدك للجميع وقابلهم في منتصف الطريق، ولا وقت لضياع الوقت. كلنا نتلهم، تتشابك الأيادي وتتوحد البنادق من أجل حضرموت. حضرموت لن نبيعها ولا نريد السودان الثاني. علينا أن نتمركز ونتوحد تحت قيادة الشيخ عمر بن حبريش حتى نخرج حضرموت من هذه الأزمة الخانقة ومن هذا النفق. كما شهدت مديريات سيئون وتريم والقطن في وادي وصحراء حضرموت وقفات احتجاجية تنديدا بتجاهل السلطات المحلية والمركزية لمطالب وحقوق أبناء حضرموت.
ورفع المشاركون في الوقفات الاحتجاجية لافتات تطالب بحقوق أبناء حضرموت المشروعة، ورفع المظالم عن كاهلهم وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات. كما ردد المحتجون هتافات تظهر عدم ترحيبهم بزيارة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي في ظل المعاناة والأوضاع المعيشية الصعبة لأبناء المحافظة الغنية بالثروات على حد تعبيرهم، ونشدوا بضرورة تحقيق مطالب أبناء حضرموت وحقوقهم المشروعة من قبل السلطات المحلية والمركزية وتنفيذها على الواقع، منددين بتجاهل أحقية حضرموت على ثرواتها وخيرات أرضها. وأبدى المحتجون رفضهم لمبدأ المحاصصة في ثروات حضرموت، متهمين من وصفوهم بالفاسدين بالاستيلاء عليها، كما شددوا على توفير خدمات المجتمع والتعليم والكهرباء وتبنيها ومتابعتها ومعالجتها من قبل الجهات ذات الاختصاص. اليوم لازم نقف وقفة واحدة من أي الحضرموت، من أي المطالب هذا الشعب المغلوب على أمره. من زمان مساكين هذه الشعب واقفين ويترجون حتى أشياء بسيطة بس، كخدمات، ككهرباء، كأي شيء ثاني من الخدمات. اليوم هذه كلها لا توفر، لا تعليم، لا خدمات، لا كهرباء، لا أي شيء. ليش؟ وإحنا عندنا ما شاء الله ثروة كبيرة في الجبال، في البحار، في كل شيء، وتنهبها الحكومة. حضرموت ساحل ووادي وهضبة وصحراء. الهدف من هذا إيصال كلمتهم لمن يهم الأمر، وهي الحكومة والسلطة والمحالف. الشعب وصل لمرحلة لا تطاق، يكفي من وعودات كاذبة ويكفي من عبث وفساد، سواء من السلطة أو من الحكومة. كما قال الشيخ مترك أمنا الكبير إن احنا طلبنا معروف وهدفنا معروف، لا سياسي ولا غير سياسي، نطلب المعيشة الكريمة، نبغى الإنسان التعبان هذا يلبس أحسن مننا كما قال الشيخ مدرك، ونشتهي الإنسان التعبان هذا يأكل قبلنا، وهنا نبغى حياة كريمة شريفة مثل ما تعلموا وتربوا عليه الحضارم. إنما الآن نحن نعيش في حياة مأساوية، وأصبحنا الآن كل ما شفنا كاميرا ومن نزلنا نخب وراه ونقول عساوي لعله يطالب بحضرموت. لقاءات واسعة عقدها رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي عقب وصوله إلى محافظة حضرموت وسط أنباء عن استئناف تصدير النفط بموجب الاتفاق الاقتصادي الأخير الذي تراجع خلاله المجلس الرئاسي والحكومة عن قرارات البنك المركزي الهادفة إلى منع العبث بالقطاع المالي. بعد يومين من وصوله إلى حضرموت، يترأس رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي العديد من الاجتماعات ويتحدث عن كثير من القضايا في ظل تكهنات عن السبب الرئيسي للزيارة، خصوصا وأنها جاءت بعد أيام من إعلان المبعوث الأممي الاتفاق الذي ألغى بموجبه قرارات البنك المركزي. وصول العليمي إلى حضرموت بعد الاتفاق المشؤوم بحسب وصف كثير من اليمنيين رافقه استقبال غاضب، حيث تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر مجامع غاضبة من المواطنين تردد هتافات الرفض لزيارة العليمي، معتبرين زيارة العليمي تأتي ضمن بنود تنفيذ الاتفاق الذي ورد في إعلان المبعوث الأممي وليست من أجل حضرموت وأبنائها. من جانب آخر، تحدث محللون أيضا عن النقطة ذاتها، مشيرين إلى احتمالية أن تكون زيارة العليمي إلى حضرموت تأتي وفق إطار الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع الحوثي بعد إلغاء قرارات البنك، وأن العليمي في مهمة الإشراف على عودة تصدير النفط وسط تسريبات تتحدث عن اشتراط ميليشيا الحوثي منحها حصة كبرى من عائدات النفط مقابل سماحها بتصديره. العليمي وفي اجتماع عقده مع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي وقيادات السلطة المحلية وأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة، قال إن توقف تصدير النفط بسبب الهجمات الإرهابية الحوثية تسبب بفقدان الدولة 70% من مواردها العامة. وكالعادة لم ينسى الرئيس العليمي تقديم شكره للمملكة العربية السعودية ولدعمها السخي حد وصفه وتدخلاتها الإنسانية ودعمها السخي لحضرموت وكل المحافظات اليمنية بحسب ما نقلته وكالة سبأ الحكومية.
غير أن أهم ما يتساءل عنه اليمنيون هو قدرة المجلس الرئاسي والحكومة على النجاح في إعادة تصدير النفط لرفض خزينة الدولة وإنعاش الاقتصاد المنهار، خصوصا بعد الكثير من التنازلات التي قدمها المجلس للحوثيين. فهل سيتمكن العالمي من ذلك؟ أم أن مجرد مهمة عادية وافتراضية كهذه كبيرة على المجلس الرئاسي سيعجز عن تنفيذها؟ تشهد مديرية الخوخة في محافظة الحديدة ارتفاعا ملحوظا في حالات الإصابة بمرض الكوليرا في ظل عجز القطاع الصحي عن احتواء المرض. أكدت مصادر طبية اليمن شباب شح الإمكانيات المتوفرة في المركز الوحيد للإسهالات في المنطقة الذي عجز عن استقبال المرضى بسبب النقص في الأدوية والمعدات والطواقم الطبية. وقالت المصادر أن المركز استقبل في اليومين الماضيين أكثر من 60 حالة. بعد عمل الفحوصات اللازمة والإسعافات الأولية تم التأكد من إصابة 50 حالة بالكوليرا. وأضافت أن القدرة الاستيعابية للمركز أقل بكثير من عدد المرضى، الأمر الذي دفع المرضى إلى افتراش الأرض والأرصفة المحيطة بالمركز، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية الموجودة تمارس عملها في خدمة السكان دون أن تتلقى أي حوافز على ذلك. نظرا لوجود حالات كوليرا وكانت الحالات تحول إلى المخا، الآن تم إنشاء هذا المركز وتم احتواء المرض عندنا، وكانت الحالات توصل إلينا في يوميا من 10 إلى 12 حالة، والنتيجة بعضهم إيجاب وبعضهم سلبي. كانت الحالات متزايدة إلى 50 حالة، ومنهم كانت النتيجة 40 حالة إيجابي وعشر سلبي. ولكن الآن نفتقد إلى محاليل، نفتقد إلى فراشات، ولا توجد أي منظمة متدخلة لمن هذا. نرجو من الجهات الرسمية وجود منظمة للتدخل في هذا المركز، لأنه الحالات تزداد والكادر بدون أي حافز. منذ افتتاح المركز من تاريخ 18/4/2024 كنا نستقبل خلال هذه الأيام حالات من 10 إلى 15 حالة. تفاجأنا بالأمس لاستقبال أكثر من 60 حالة مصابة بالكوليرا، ولا زلنا نستقبل إلى الآن، وهذا يفوق الطاقة الاستيعابية للمركز كون المركز غير مدعوم، مما جعلنا نحول بعض الحالات لمناطق أخرى، والكثير من الحالات نامت على الأرصفة المحيطة بالمركز لعدم وجود أماكن لها. نطالب السلطة المعنية بالقيام بواجبها بدعم المركز كون المنطقة محاطة بمخيمات النازحين، إضافة إلى السكان المقيمين. الحالة مأساوية، والمكان هنا كما ترى أن الناس يفترشون الشارع، يفترشون الأرض، ما فيش معنا أماكن. إحنا نعمل استغاثة أو صرخة لوزارة الصحة العامة والسكان في المقدمة، وعن طريقها إلى المنظمات للتدخل. الناس العاملين في المرفق هنا معاهم كانت شهر 5 اللي حصلوا بس، وبقيت الأيام يشتغلوا مجانا. سلمت الدائرة الإنسانية التابعة للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية وحدات سكنية للجرحى المصابين بالشلل في محافظة مأرب وبإشراف اللجنة الطبية والعسكرية. وجاء تسليم الوحدات السكنية لجرحى المعركة الوطنية المصابين بالشلل في محافظة مأرب في إطار المرحلة الأولى المكونة من 21 مسكنا. وخلال الافتتاح عبر مدير دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد ركن أحمد الأشول عن امتنانه لكل الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في إسناد الجيش الوطني، ومنها الاهتمام بالجرحى وأسر الشهداء. جانبه قال نائب مدير الخدمات الطبية العميد محمد عيسى أن توفير مساكن للجرحى من أهم المشاريع التي تؤكد الوفاء لهذه الفئة والتي ضحت لأجل الوطن في معركة استعادة الشرعية والدفاع عن الجمهورية. وفي السياق قال رئيس اللجنة الطبية العسكرية العميد ركن عبد العليم حسان إن المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية وعد وأوفى بتوفير مساكن خاصة بالجرحى المشلولين، مشيرا إلى أثر توفير هذه المساكن للجرحى المقعدين من خلال لم شمل الجرحى مع أسرهم في هذه المساكن. دشينا اليوم المرحلة الأولى للمقاومة، المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية على هذه المبادرة الطيبة، ولإخواننا الجرحى الأبطال الذين ساهموا في بناء
هذا البلد وفي تأسيس هذه الشرعية. نتمنى أن يحظوا الناس الآخرين مثل المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية. دشنا اليوم توزيع 21 كرفانة للجرحى المشلولين الأبطال. شكرا للمجلس الأعلى وشكرا للجرحى وشكرا لكل من ساهم في هذه المناسبة العظيمة. نتقدم بالشكر الجزيل للإخوة في المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية برئاسة المناضل القسور الشيخ حمود سعيد المخلافي على هذه اللفتة الكريمة لأبطالنا الجرحى، وليست اللفتة الأولى، فخيرات المجلس متعودين عليها من قبل، سواء في تركيب الأطراف الصناعية أو في مساعدة العرسان أو في جانب تأهيل الجرحى وإدماجهم ضمن المجتمع. وهذه اللفتة عبارة عن 20 كرفانة تم تسليمها اليوم، وعدونا فأوفوا بوعدهم فجزاهم الله خيرا. شيعت مدينة تعز ظهر اليوم جثمان الشهيد البطل فلاح حسان عبد الله غالب، والذي ارتقى في جبهة عصيفرة شمالي المدينة خلال مواجهة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية. وشهد المشاركون في التشييع بمناقب الشهيد فلاح حسان، والذي تم تشييعه إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بعصيفرة. وحضر التشييع عدد من الشخصيات العسكرية والحزبية والمدنية البارزة، بعد أن قدم الفقيد روحه فداء للوطن ودفاعا عن أبنائه في جبهات العزة والشرف. ويعد الشهيد فلاح واحدا من أبطال الجيش الوطني الذين كان لهم دور بارز في مواجهة الانقلابيين الحوثيين، وكان أيضا أحد الأسرى المحررين من سجون الميليشيا الحوثية. نشيع اليوم الشهيد فلاح حسان، وقبله كان الشهيد عبد الإله الحمادي، الذين سقطوا في معارك الفداء ومعارك الحفاظ والدفاع عن تعز وعن الثورة وعن الجمهورية. والحوثي يستهدف هؤلاء ويستهدف الأطفال والنساء والرجال، ويستهدف كل شيء حي على هذه الأرض. الحوثي لا يحترم هدى ولا يحترم مواثيق ولا يحترم عهود ولا يحترم اتفاقيات. ها هو يثبت كل يوم بأنه يقتل كل شيء على هذه الأرض، ويستهدف كل شيء من المدارس والمساجد والبيوت والتجمعات. فلذلك هذا يثبت بأن الحوثي عنده شعار واحد، وهو الدمار والقتل لكل من ليس معه. استشهاد شهيد أو جريح هذا لا يثنينا، ولا يمكن أن نتراجع عما بدأنا به، ولن يثنينا رجعنا عن هدفنا الذي خرجنا من أجله، وهو تحرير هذه البلاد من رجس الميليشيات إيران المجوسية. لا يمكن أن نتراجع مهما سقط شهيد أو شهيدين أو ثلاثة أو عشرة أو ألف. ها نحن اليوم نودع شهيدا آخر، وهو الشهيد البطل فلاح حسان العاطفي. هذا الشهيد كل إصرار وعزيمة منذ الطلقة الأولى، وهو يجاهد ويناضل ويقاتل ضد الفئة الباغية الإرهابية جماعة الحوثي. استقبل أبناء مدينة تعز الحافظ عمرو نجيب الفائز بجائزة بريكس الدولية للقرآن الكريم في دورتها الأولى، والتي أقيمت في دولة روسيا الاتحادية. شاركت اليمن في المسابقة الدولية ممثلة بالمؤسسة الخيرية لهائل سعيد أنعم وشركائه، حيث توج عمرو نجيب بالمركز الرابع في المسابقة التي شاركت فيها أكثر من 20 دولة. كما منح سماحة المفتي راوي عين الدين رئيس مجلس شورى المفتين بدولة روسيا الاتحادية وسام الفخر من الدرجة الأولى للشيخ صادق محمد عبد الله الأمين العام للرابطة العالمية للمسابقات والجوائز القرآنية الدولية، تقديرا لجهوده المبذولة في خدمة القرآن الكريم في شتى بقاع العالم. ويعد هذا التكريم الثاني للمؤسسة خلال عام واحد عقب تتويجها في مملكة البحرين بمسابقة القارئ العالمي قبل أشهر. الحمد لله الذي وفقني لنيل هذا الشرف العظيم. لقد كنت ممثل لليمن في مسابقة روسيا الاتحادية مدينة قازان جمهورية تترستان، ولقد حصلت فيها على المركز الرابع من ضمن أكثر من 20 دولة، وكنت ممثل الجمهورية اليمنية التابع للمؤسسة الخيرية لهائل سعيد أنعم، وها أنا اليوم يحتفل بي رفاقي بهذه الحفاوة وهذا الشرف العظيم. كان لابد من أن يتم تكريمه هذا العام بهذه الجائزة، جائزة التميز والإبداع في نادي العماد الرياضي، الذي خصصت كل عام للمبدعين والمتميزين. هناك العديد من الحفاظ في النادي وهم كثر، وكان لابد من القيام بهذا التكريم تحفيزا لهم، ولكي يعرفوا أن هنالك من يهتم بإنجازاتهم.
في تعز أيضا انطلق معرض الخط العربي الأول الذي ترعاه مؤسسة مجون للإنتاج الفني والإعلامي وسط حضور من المهتمين والمشاركين. وجرى تدشين المعرض اليوم الثلاثاء تحت شعار أنامل يمنية بمشاركة أكثر من 60 خطاطا وخطاطة من نحو 15 محافظة. وتشمل فعاليات المعرض تنظيم الورش الخطية وركن القهوة وركن التصوير بالإضافة إلى حضور الفقرات الفنية. اليوم تشهد محافظة تعز هذا الافتتاح والحدث الأبرز، معرض الخط العربي الأول والذي يضم 15 محافظة يمنية وأكثر من 60 خطاط وخطاطة. هذا المعرض الذي نسعى من خلاله إلى إعادة الخط العربي إلى الواجهة، وأيضا دعم الشباب الموهوب والمبدع، الشباب الذي لديهم العديد من المشاركات والإبداع في جوانب شتى، منها الخط، الرسم، الفنون المتعددة. كان اليوم يوم جميل جدا وممتع، لأنه أول مرة يفتح المعرض هذا حديثا قبل الحرب ولا بعد فترة الحرب، لأنه كان هذه الأشياء الافتتاحات المعروض على الخطوط العربي والمسند وبعض الخطوط لأنها كانت قديمة، والآن نحث نطور نجدد زي ما قالت الزميلة قبل، إنه نعمل مؤسسات منظمات ورشات تدعم هذه الجهات عشان الزميلات والشباب والشابات يتطوروا في مجال الخط العربي ويتم تعليمهم، نعيد ثقافة الثقافة بشكل عام من ناحية الخطوط والرسومات والأشكال هذه. وفي ملف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، استشهد وأصيب 110 فلسطينيين في ثلاث مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة الأخيرة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في تقريرها اليومي إنها رصدت 3 مجازر للاحتلال، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 37 شهيدا و73 إصابة. وأكدت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 39,400 شهيد و 90,996 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. طالبت حركة حماس بلجنة تحقيق دورية للنظر فيما يرتكب الاحتلال الإسرائيلي من جرائم وصفتها بالفظيعة والوحشية في حق الأسرى الفلسطينيين. حماس وفي بيان جديد قالت إن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق آلاف المختطفين من قطاع غزة في قاعدة تيمان وما يمارس ضدهم من تعذيب ممنهج يؤكد طبيعته المارقة على القيم الإنسانية. وشددت حماس على أن هذه الجرائم تستدعي تدخلا دوليا فوريا لوقفها، وإضافتها إلى ملف جرائم الحرب والإبادة للكيان الصهيوني في كل من محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية. من جهتها أقرت لجنة تحقيق إسرائيلية بظروف صعبة للغاية يخضع لها معتقلون فلسطينيون من قطاع غزة في معتقل سدي تيمان الإسرائيلي، وأوصت بإغلاقه ونقل المعتقلين فيه إلى مصلحة السجون الإسرائيلية. معاناة لا توصف يواجه معها الفلسطينيون الموتى من انتشار أو مع انتشار الأمراض الجلدية بشكل غير مسبوق بين النازحين بسبب الازدحام وانتشار مستنقعات مياه الصرف الصحي مع عدم توفر الأدوية والعلاجات اللازمة. هو انتشار شديد غير مسبوق في الأمراض الجلدية، وله علاقة بالازدحام السكاني والحر الشديد وقلة المواد المنظفة، بالإضافة للنظافة الشخصية وقلة المواد، قلة المياه ومياه المجاري المتواجدة في الشوارع وبين الناس في الأماكن العامة والأماكن بين الخيم، والازدحام الشديد هو يؤدي إلى كثرة الأمراض الجلدية والمنتشرة الغير مسبوقة العنيدة التي لا تتماثل للعلاج بسرعة، ومنها الالتهابات البكتيرية والالتهابات الفيروسية والالتهابات طبعا الفطرية بجميع أنواعها، ولكن الالتهابات البكتيرية المنتشرة بين الأطفال هذه هي الغير مسبوقة، يعني كارثة وبائية، كارثة إنسانية ما شفناها في الأيام السابقة. الحالات تتكاثر بالعشرات بالمئات يوميا، مع نقص حاد في الأدوية، نقص حاد
في طريقة العلاج، مشاكل النقاط الطبية الموجودة المتواجدة في خان يونس لا تستطيع تشخيص هذه الحالات. أنصح أنا شخصيا بتدخل يعني طبيب متخصص في الأمراض الجلدية لعدم انتشار أو لعدم للحيلولة دون انتشار هذا المرض في بين السكان. أكيد إحنا بنتعامل قاعدين بالبديل بصراحة، لأنه عدم تواجد الأدوية في وزارة الصحة وقلة الموارد يعني طبع الناس كمان يعني لا تستطيع شراء الدواء، فبالتالي هذا يؤدي إلى انتشار الأمراض لأنه ما في بديل عن الأدوية اللي يعني المعتادة المفروض تعطى لهذا المرض كأدوية الفسودينات في انقطاع فيها يعني بصراحة، في المضادات الحيوية في قلة موجودة يعني مش متواجدة بوفرة، متواجدة يعني بحالة نادرة يعني بصراحة، فالتعامل صعب مع المريض أصبح. على ذات الصعيد، قالت وزارة الأسرى والمحررين بغزة إن ما يجري فيما يسمى معتقل سدي تيمان سيء الصيت بحق المعتقلين من قطاع غزة ترقى إلى جرائم حرب. أضافت الوزارة في بيان إن تلك الجرائم هي بمثابة انتهاكات ممنهجة ومدروسة وترتكب بتعليمات من قادة الاحتلال. وزارة الأسرى والمحررين أكدت أن ما يتعرض الأسرى للضرب والتنكيل والتعذيب يأتي انتقاما وعقابا على عملية طوفان الأقصى، وطالب البيان المجتمع الدولي والإنساني بضرورة العمل الفوري والجاد على إغلاق سجن سدي تيمان سيء السمعة الذي يتعرض فيه أسرى فلسطينيون من غزة لتعذيب وإهمال طبي شديد بوحشية لم يسبق لها مثيل. وفي إطار انتهاكاتها المتواصلة، اعتقلت قوات الاحتلال منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم أطفال وأسرى سابقون. في الأراضي المحتلة، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم أطفال وأسرى سابقون. وأفاد النادي في بيان أن عمليات الاعتقال تركزت في مدن رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على بيت لحم وقلقيلية ونابلس وطول كرم. يشار إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة على غزة في أكتوبر الماضي بلغت نحو 9870 معتقلا. وفي الضفة الغربية، شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بهدم منزل في قرية دمى جنوب نابلس ضمن انتهاكات وجرائم يومية ترتكب ضد المدنيين العزل. وقال رئيس مجلس قروي دمى سليمان دوابشة أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة ثلاث جرافات مجنزرة وشرعت في هدم منزل مكون من 4 طوابق في الجهة الغربية من القرية. أضاف المسؤول الفلسطيني أن القرية تتعرض لهجمة شرسة من قبل قوات الاحتلال واستهداف للمنازل وهدم بعضها، فضلا عن اعتداءات المستعمرين المتكررة. يعني بتعرف هاي القرية أصبحت هي قرية مستهدفة من 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 قبل أعلى المستويات يعني من الحكومة الإسرائيلية. دوما مش من اليوم بتعاني، يعني أنت بتعرف محركة الدوابش في 2015 والمحركة اللي حدثت في 2024 لبعض المنازل والبيوت اللي كان هناك تجمع للمستوطنين، أكثر من 1500 مستوطن هجموا على هاي القرية برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي وبحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. هناك كانت معركة حقيقية في قرية دومة، والواضح أنه نقل المعركة السياسية من الجنوب إلى وسط الضفة اللي هي منطقة جنوب شرق نابلس. هذا التجمع اللي مستهدف من قبل الحكومة الإسرائيلية. إذن ونهاية النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. نقابة المعلمين تطالب بممارسة أقوى الضغوط لوقف تنفيذ أوامر إعدام حوثية بحق 3 معلمين من أبناء المحويت. ومسؤولون حكوميون وسياسيون يؤكدون عدم معرفة بتفاصيل خارطة الطريق التي أعلنتها الرياض. وتابعتم أيضا، تزامنا مع زيارة العليمي، وقفات احتجاجية في عدة مدن بحضرموت تنديدا بتهميش المحافظة وللمطالبة بإعطائها مكانتها المستحقة.
وفي غزة 110 شهداء وجرحى خلال يوم، وحماس تطالب بالتحقيق في جرائم الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين. إذن كان هذا كل ما لدينا في نشرة التاسعة، نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.